أهلا وسهلا بكم طلابي الأعزاء، طلاب اكتساب اللغة. في هذا الفيديو يا عزيزي الطالب سوف نتناول موضوعات الأسبوع الخامس، فأهلا وسهلا بكم أحبائي الطلبة. عزيزي الطالب، بداية سوف نميز أسلوب الاستفهام. تستعمل عزيزي الطالب أدوات الاستفهام لطرح الأسئلة، وأهمها أين، متى، من، ما، كيف، هل، والهمزة. تنتهي الجملة الاستفهامية بعلامة استفهام على شكل سؤال. فمثلا عزيزي الطالب، عند قولنا يستطيع الجمل أن يعيش في الصحراء، إذا أردنا أن نحولها إلى استفهام نقول هل يستطيع الجمل أن يعيش في الصحراء؟ صباحا جرت المباراة بين الفيل والجمل. متى جرت المباراة بين الفيل والجمل؟ جرت المباراة في الصحراء. أين جرت المباراة؟ خسر الفيل المباراة. من خسر المباراة؟ سبب خسارته أنه لا يتحمل العطش. ما سبب خسارته؟ أعلنت النتائج أعلنت النتائج بمكبرات الصوت. كيف أعلنت النتائج؟ وفي نهاية الحصة عزيزي الطالب سوف نستخرج من نص رحلة على ظهر سمكة جمل استفهامية وندونها في الدفتر. سوف نتعرف عزيزي الطالب أيضا على الحروف المتقاربة في الشكل وفي اللفظ. يتقارب مثلا حرفا القاف والكاف في اللفظ، ولكنهما يختلفان في الكتابة. وكذلك أحرف ذ ر ز ض تتقارب في اللفظ ولا تختلف أيضا في الكتابة. سوف نقوم في نهاية الحصة بكتابة فقرة يكتب الطالب فيها ويضع الأحرف المتقاربة في الشكل أو في اللفظ في الفراغ المناسب. بعد ذلك عزيزي الطالب سوف نجيب عن الأسئلة التابعة لنص الفيل المغرور، ولكن بعد قراءة هذا النص مرة أخرى قراءة جهرية معبرة من قبل القدوة ومن قبل الطلبة. الفيل المغرور: كان الفيل الصغير معجبا بنفسه، وقد قال يوما لصديقه الجمل: أنا أقوى منك، فأنت لا تملك خرطوما كخرطوم الطويل الجميل. قال الجمل: لا داعي إلى التفاخر، فكل مخلوق له مزاياه التي تمنحه قيمته. قال الفيل: تحدث كما تشاء، ولكني سأظل أقوى منك. قال الجمل: هل تستطيع أن تسير في الصحراء يوما كاملا؟ قال الفيل: أتتحداني؟ أنا الفيل المشهور بقوته. واتفق الفيل والجمل على أن يسيرا في الصحراء يوما كاملا. فحمل الفيل على ظهره جرة ماء وأعشابا كثيرة خضراء، أما الجمل فلم يحمل أي زاد، وسارا في الصحراء. وبعد ساعة أحس الفيل بالعطش والجوع، فأكل كل ما كان يحمله من عشب وشرب الماء ورمى الجرة الفارغة. أنا الجمل فلم يأكل أو يشرب، واستأنف الاثنان سيرهما في الصحراء. بعد فترة من الزمن أحس الفيل ثانية بالعطش، فصاح: أنا عطشان. قال الجمل: القوي لا يبالي بالعطش. خجل الفيل، ولكنه بعد ذلك صاح: لم أعد أحتمل المزيد. وما أن انتهى الفيل من كلامه حتى سقط على الرمال وقد أغمي عليه، فسارع الجمل إلى حمله على ظهره وأعاده إلى غايته المكتظة بالشجر. وعندما أفاق الفيل من إغمائه قال له الجمل: هل اقتنعت الآن بأن كل مخلوق له مزايا؟ فأنت قوي وتملك خرطوما لا أملك مثله، ولكني أملك قدرة على تحمل العطش والجوع، لأني أختزن في جوفي الكثير من الماء والطعام. منذ تلك اللحظة تخلى الفيل عن غروره. بعد ذلك عزيزي الطالب سوف نجيب عن الأسئلة التي تظهر أمامك ونقوم بتدوين هذه الإجابات على الدفتر.
إلى هنا عزيزي الطالب أكون قد انتهيت من موضوعات الأسبوع الخامس، شاكرة لكم حسن استماعكم أحبائي الطلبة، إلى اللقاء يا أحبائي.